رئيس كتلة الوفاء للمقاومة نائب محمد رعد دعا الرئيس المكلف والأطراف المعنية بتشكيل الحكومة إلى عدم الاستعجال وتقريب وجهات النظر للخروج بخيار حكومي قد يؤدي المهمة المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. لا نقول حكومة وحدة وطنية لأنه يمكن البعض صاير بيستنفر ويستفز بس نقول حكومة وحدة وطنية. دغري بيروح باله للثلث الضامن بالحكومة بحكومة الوحدة الوطنية. لا، لكننا نصر على حكومة الشراكة الوطنية، نصر على الحكومة التي تتمثل فيها كل الأطراف بأوزانها وأحجامها وهو حق لها، نصر على إدارة شؤون البلاد من موقع رؤيتنا المتكاملة التي ينبغي أن تصب في المصلحة الوطنية التي دعا لها الرئيس المكلف. المصلحة الوطنية لا يقررها طرف بذاته، المصلحة الوطنية يقررها الأطراف المجتمعون.